يعني السيد عنده مجموعة أفكار يطرحها حقيقة أي. ضمن مشروع الإصلاح من 2011 لحد الآن. الرجل على الأقل أفضل من غيره يرفع راية الإصلاح، يقول أكو خطأ بالبلد، خطأ بالعملية السياسية، أكو قطيعة مع الناس، أكو فساد، والرجل يدعو للإصلاح. حس الإصلاح حقيقة ما تحقق منه شيء، يعني خلينا نكون موضوعيين. السيد الصدر أيضا ما عنده استراتيجية، لذلك كل الخطوات احنا نتفاجأ بها، مثلا خطوة الانسحاب من البرلمان تفاجأت، ماكو محلل سياسي ولا أكو قيادي صدري نوح على هاي الخطوة، خطوة فوقية تمشي على الكل. أيضا يعني أرجع بيك للسابق، يعني ب 2015 جمهور التيار الصدري وجمهور آخر دخلوا إلى داخل المنطقة الخضراء، وهربت كل القيادات والأحزاب والسياسيين، كرد سنة شيعة، بحيث أكو أحد الوزراء كان الله يرحمه عبد الأمير الحمداني اتصل بي قال لي ولا واحد المنطقة الخضراء، أو إجا قائد المنطقة الخضراء باس إيد السيد وقال له شتؤمرنا، خلص مثل سريلانكا ناس دخلت سقطت وتريد نقطة شروع جديدة، قال له ريد حكومة تكنوقراط، ريد ست وزارات تكنوقراط. فبالتالي السيد ما عنده رؤية للتغيير. رؤية التغيير هي تغيير الدستور، تغيير النظام السياسي، حكم عسكري لمدة سنة. هذا ما طلبه من الأحزاب، أنت الآن صار إرادات، إرادة أمريكية وإرادة إيرانية وتدخل خارجي وأحزاب متوغلة وفساد وتراكم مصالح، وبالتالي أنت ما تترجى. الثائر ما يطلب، الثائر ما يطلب طلب وينتظر من الآخرين. يعني خطبة الجمعة على قيادات الإطار أن تسلم فاسديها للقضاء.